عايزه ارد الاول على الاخطاء اللي حضرتك شفتها معانا على الشاشه واللي هي موجوده حوالينا كتير، والنصايح اللي ملهاش اي علاقه بالصحه لا من بعيد ولا من قريب، قبل ما نجاوب على تليفون هاله. طبعا انا استمتعت جدا جدا بصراحه، السكتش هايل وجميل ومعبر جدا، وده للاسف واقعي لاقصى حد يتخيله. فانا طبعا حطيت 3-4 نقط هرد عليها. اتفضل. اول حاجه دونت اندر استيميت دول برد، ما تقللش قيمه دول برد. اولا مبدئيا لما احنا بالذات السنتين الاخرين دول احنا في وباء، ايه الاعراضه؟ برد. فاذا البرد ده عادي ولا وباء ولا حاجه ثانيه؟ اذا لازم نبقى كوشس. الكوشس احنا الموضوع في منتهى البساطه، نتعامل مع دول البرد، نخلي بالنا، نعمل تباعد اجتماعي خفيف عشان الكبار الصغيرين والكبار ما يتعدوش. دي اول حاجه، ونبتدي بالحاجات العاديه اللي انا دايما بفضل امشي الحاجات الطبيعيه اللي هي السوائل الدافيه على قد ما نقدر، الاستحمام اول باول، هي الحاجات الموضعيه، الصلاين، الحاجات بنقلل شويه الاستخدام. الحاجه الثانيه والمهمه قوي قوي قوي، بدل ما نلجا لكيماويات وادويه، دايما في كومنت ان السلطه والفاكهه والنطس بالذات لما كانش عندي انيميا الفول، هم دول مضادات حيويه اللي بيرفع مناعه، ده فيتامين سي والزنك. أيوة. الحاجات الرئيسيه دي بتديك كميه الادويه. طب اديني شويه فيتامين، ماشي، ما تاخد دول، استحمى كل يوم وخد سلطه وفاكهه ونقص، ادي بس ده قبل الاصابه بالمرض دي دكتور، مش كده؟ ده يعني بصفه عامه. قبل واثناء وبعد. انا اقصد انه ده ما بيكونش علاج اذا اصيب شخص بمرض. لو الاصابه بسيطه او زي مدو برد وشح بسيط، ابتدي الاول اللي هي الحاجات الموضعيه والسوائل الدافيه والتباعد الخفيف عشان لا القط ولا عادي. تمام. ابتدي الخطوه الاولانيه. الدو بيزيد، نبتدي هي الحاجات البسيطه اللي هي زي دي كونجيسن، فيها بتقلل الاحتقانات بادويتها المختلفه اللي هي تناسب السن وتناسب الوزن. يعني دايما خلي بالنا ان ممكن يكون دواء ممتاز وما استفيدش بيه او اتضرر منه لانه غير مناسب، ان هو يا اما مش مناسب يا اما الجرعه غلط. عشان كده الطفل لو خدتوا بالكم في اي عياده، اي طفل الدكتور اطفال بيخش عليه اول حاجه بيتوزن قبل ما الدكتور يقوم يكشف عليه، عشان وهو بيعمل برنامج العلاج يعرف يظبط الجرعه بتاعت الدواء. دي نقطه مهمه قوي. يعني عشان كده انا لفت نظري اديله مضاد حيوي. طبعا ده هنتكلم لا فيها. وهبعت اسمه على الواتساب. مش مهم لو عباره عن ايه، عنده قد ايه ووزنه قد ايه ونوعه ايه. دي اول حاجه، فاذا المبدا ده غلط. الحاجه الثانيه، كلمه مضاد حيوي دي دبابه داخله تقتل حاجه. لو حضرتك استخدمتيه في مكان غلط، بدل ما تقتلي البكتيريا الضاره هتقتلي البكتيريا المفيده المسؤوله عن المناعه. وشهور قدام عقبال ما الجسم يرجع تاني يكون المناعه، بنقعد شهور فيها. طب يعني ده عشان كده في دكاتره كتير في السنه الاولى ما بيرضوش يدوا للاطفال اي انتي بايوتيك يا دكتور. بالظبط، هي مش فكرتها كده، هي فكرتها موضوع احنا من غير ما نقفل من غير ما نفتح المضاد الحيوي ده.